السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، في الحصة ديال اليوم غندرس صفحة 34 من كتاب النجاح في الرياضيات الخاص بالمستوى الخامس ابتدائي. إذا غنبداو على بركة الله بالتمرين رقم 5. أرسم مثلثا ام ان او بحيث، إذا هذا المثلث ما نرسمو تنشوف هذه المعطيات، إذا ام ان او غادي نرسمو، ولكن غنرد البال لهذه المعطيات. عندي الضلع ام ان خصو يكون فيه 7 سنتيمتر، إذا غنجي لهنا غناخذ واحد الضلع نسميه ام ان، يكون القياس ديالو 7 سنتيمتر. اذا غناخذ بحال هكا، غنجي لهنا بحال هكا، كنبدا دائما من الصفر لسبعة، اذا كنجي من الصفر لسبعة وغنسميه هذا الضلع ام ان، قياسه 7 سنتيمتر. دابا غادي نشوف الزاويه ام ان او، يعني غادي نركز على الراس ان، غنمشي لهنا شحال خاصها تكون 30 درجه. غنجي غندير المركز ديال المنقاله هنا فوق الراس، والضلع فوق الضلع، والصفر خصو يكون هنا فوق الضلع. اذا كنبدا من هذا الصفر اللي كاين هنا، يعني شحال بغينا 30، غنمشي ها 30 في كاينه، غنمشي لهنا وغنرسم الضلع. غنجيب من هنا نمدد، نحاول نمدد شويه، ثم عندنا الزاويه ان ام او، اذا ام هي هذه. غادي نجي ثاني ناخذ المنقاله نحطها على هذا الراس ام، والضلع فوق الضلع، وغنبدا صفر شحال فيها 80، اذا صفر 10 20 30 40 50 60 70 80، اذا 80 غتجي هنا في هذا الاتجاه هنا. انا غنخليها بحال هكا وغنديها لهذا الاتجاه اللي فيه الزاويه اللي بغيت بحال هكا، نمدد شويه باش نلاقي هذا مع هذا، صافي. اذا هنا غادي تجي النقطه او. اذا دابا كملت المثلث، عندي هنا الزاويه الراس ان، شحال قياس الزاويه ديال هو 30، اذا هنا عندي 30 درجه، ثم الزاويه ام قياس ديالها 80 درجه، وبقات لي الزاويه او ما عنديش القياس ديالها. وعندي هنا قال لي حدد قياس الزاويه ام او، يعني هذا الراس او شحال فيه. اذا حنا كنعرفوا ان مجموع قياسات المثلث كتساوي زوايا المثلث كتساوي 180 درجه، اذا اي مثلث كيف ما كان جمعنا ليه الزوايا ديالو كنلقاو في المجموع 180 درجه. دابا انا عندي جوج الزوايا، عندي 80 وعندي 30، اذا اشنو غندير لهم؟ غنشد 180 اللي معروفه، قاعده معروفه، غنقص منها 80 زائد 30، اذا غندير 180 درجه ناقص 80 زائد 30 تساوي، اذا عندي 180 ناقص 80 زائد 30 هي 110، اذا 110 ناقص 180 ناقص 110 كتساوي 90، عفوا كتساوي 70 درجه، اذا قياس الزاويه او 70 درجه. اذا دابا بغينا الزاويه وحدد قياس الزاويه ام او ان، اذا الزاويه ام او ان كتساوي، نديرو الطريقه، غنديرو 180 ناقص 80 زائد 30 تساوي 180، هذا كلشي درجة، ناقص 110 درجات تساوي 70 درجة. إذن هذه هي القياس ديال الزاوية ام او ان. غير مرة دابا التمرين الموالي، عندنا انشئ مثلثا ا بي سي قائم الزاوية في ا. دابا بغينا المثلث يكون قائم الزاوية في ا، غادي ناخدو تاني بحال هكا، بحيث عندنا الضلع ا بي يكون 4 سنتيمتر. غنجي لهنا غناخد مثلا الضلع ا بي قلنا 4 سنتيمتر، ها هو 4، اذا غنسميوه ا بي هنا 4 سنتيمتر، وخص يكون عندي زاويه قائمه، اذا قائم الزاويه في النقطه ا، اذا ها هي النقطه ا هي هذه، غادي نرسم الضلع قائم الزاويه، ها هو، إذا قائم الزاوية في النقطة أ، هاهي قائم الزاوية. إذا عندنا قلنا الضلع أ بي ها هو 4 سنتيمتر، دابا بغينا الزاوية بي، ملي نبقي نرسمها خص يكون قياس الزاوية، حيت إلا قال لي نلاقي غنجي نحط أنا هنا أو لهنا، معرفتش فين، إلا المهم خصني نشوف الزاوية اللي خصني ندير. إذا شحال عطاوني قياس الزاوية؟ خصها تكون 45 درجة. غنجي لهنا غناخد المنقاله وغنوضع هكا في بلاصتها، دائما الضلع كيجي فوق من الضلع، شفتوها تماما، والراس فوق من الراس، ونحسب كنبدا من هذا الصفر اللي جا فوق الضلع،
اذا عندنا 0 10 20 30 40 45 جات هنا. اذا دابا غادي نديها هنا عند 45، غنمشي من هنا. اذا هنا اذا عندنا ا بي سي، هادشي النقطه سي. اذا هنا كاينه 45 درجه في هاد الزاويه بي، عندنا 45 درجه ها هي. وهنا كنعرفوا ان الزاويه القائمه قياسها 90 درجه. الان اش بغاو؟ قلنا احسب قياس الزاويه سي، هذه هي اللي مطلوبه نحسبوا القياس ديالها. اذا كيف ما قلنا ان مجموع قياسات المثلث كتساوي، او مجموع قياسات زوايا المثلث كتساوي 180 درجه. حنا عندنا 45 وعندنا 90، بقات خاصنا السي. اذا غنشدو 180 نقصو منها المجموع ديال هاد الجوج زوايا، داكشي اللي بقى راه هو ديال السي. اذا كيفاش غنديرو؟ غنديرو 180 درجه ناقص بين قوسين غندير 90 درجه زائد 45 درجه تساوي، اذا 180 درجه، اذا غنديرو هذه الزاويه سي تساوي اذا 180 ناقص 90 زائد 45 هي 135. اذا 90 زائد 40 هي 130 زائد 5 هي 135 درجة تساوي، اذا 10 ناقص 5 تبقى 5، 8 ناقص 4 تبقى 4، 1 ناقص 4 1 باقي 0. اذا الباقي هو 45 درجة، وهذا هو قياس الزاوية سي. اذا الزاوية سي كتساوي 45 درجة. اذا الى جينا نشوفوا ها هي 45 درجه، وملي كيكونوا عندي الزاويتان متقايستان هذا معناه ان هاد المثلث متساوي الساقين، يعني هاد الساق يساوي هاد الساق. بما ان هاد الزاويه تقايس هاد الزاويه فان هاد الساق يساوي هاد الساق او يقايس الساق الاخر. دابا غندوزو للتمرين الموالي. هنا نمشيو الشكل جانبه اذا علمت ان اف و بي و دي نقاط مستقيمه. اذا غادي نحاول نقلو هاد الشكل في الدفاتر ديالنا. غادي ناخدو ماشي نديرو ليه بحال هكا ونتراسو، لا خصنا نعاودو هاد القياسات وراه عاطينا شحال في كل ضلع. عندي هنا ا بي اف سي هذا مربع، قياس الضلع 5.5. اذا غنرسم بعدا المربع 5.5، الضلع الاول ها هو، غندير 5.5 هاد الضلع الاول. بغيت نرسم بالبركار، البركار نعاود نرسم بالبركار. نجي هنا انا ممكن نرسم بالبركار، اذا غنجي لهنا وغندير زاويه قائمه هنا 5.5 عفوا بلاتي نقادها، درت الزاويه قائمه ونكمل عليها باش القياس. اذا هنا تعطينا 5.5 هاي 5.5 هنا هنا، ثم غنجي تاني غنرسم زاويه قائمه بحال هكا، نعاود نكمل باش ناخذ القياس مقاد حتى لهنا 5.5. كنعرفوا ان مجموع قياسات المربع او مجموع اضلاع المربع متقايسه، اذا عندنا اضلاع المربع كتكون متقايسه. غنجي حتى لهنا، اذا من هنا لهنا غنهبط خصها تعطيني 5.5. هكا هي حتى هي 5.5. اذا الاضلاع متقايسه كلها خرجت لنا، عفوا ما كانش باين. اذا هنا كلشي الاضلاع خرجت لنا 5.5، الضلع يقايس هاد الضلع يقايس هاد الضلع ويقايس هاد الضلع. اذا عندي هنا 5.5 مفهوم، اذا 5.5 سنتيمتر. حنا خدمنا هذا، اذا هذا ا، هنا سي، هنا اف، وهنا بي. نديرو شويه كما دايرين حتى هما، عطاونا هنا زاويه قائمه. الان غادي ناخذ هاد الضلع من هنا لهنا، بحيث خاصها تكون عندي 45، لان عندي هنا 90 درجه قسمتها بين جوج غتعطيني 45 درجه، ولا حسبتها بالمنقاله راه غادي تخرج ليا. مادام الا درت القياسات مضبوطين، درت زوايا اربع زوايا قائمه مقادين، راه من طبيعه الحال الا خديت النص غتولي عندي 45 درجه. اذا هنا كاينه 45، باش الا زدنا على هاد 45 من هنا تعطينا تكملنا 90. اذا هذه الزاويه سي. دابا غادي نمشيو لهاد الضلع دي بي، شحال القياس ديالو؟ 3.8. غنجي لهنا، هاي 3 5
حتى 7 اذا غنجي لهنا بحال هكا 8 اذا غنعبر ما كيبانش لكم ها هي اذا 5 6 7 8 ها هي 8 3.8 نحاول نخلي الزاوية القائمة دائما قائمة هاي اذا هنا عندي غندير الدي 3.8 سنتيمتر دابا هاد الضلع اللي فيه 3.8 غنحاول ناخذ نفس القياس منه هنا نحسب 3.8 اذا عندي هاي 3.8 غتجينا هنا اذا عبرت 3.8 جاتني هنا هنا في غندير النقطه او وغنلاقيها مع النقطه دي هنا غتجي النقطه او اذا هاد الضلع اللي كاين هنا راه يقايس هاد الضلع بمعنى ان هنا 3.8 حتى هنا كاينه 3.8 اذا هذا هو الشكل المطلوب صافي قلنا غير عاودوه اذا صافي عاودناه الان غنمشيو للتمرين رقم 8 ا و دي و بي نقط مستقيميه اذا عندنا ا و دي و بي نقط مستقيميه بمعنى انها جات في نفس المستقيم ها ما كتلاحظوا جاو كاملين فوق نفس المستقيم احسبوا قياس الزاويه سي او دي اذا بغينا دابا قياس الزاويه سي او دي هاد الزاويه هنا هاد القياس هو اللي مطلوب اشنو غادي ندير اذا هنا غادي نطبقوا خاصيه ديال المثلث اذا كنعرفوا ان المثلث مجموع قياسات الزوايا ديالو كتساوي 180 درجه اذا هنا عندي هاد الزاويه هنا مستقيميه هنا كاينه زاويه مستقيميه اذا قياس الزاويه المستقيميه شحال كيكون كيكون 180 درجه اذا الا بغيت انا هاد الزاويه دي هي الزاويه دي هي اللي كنقلب عليها الا بغيت هاد الزاويه دي حيت انا شنو خصني الا بغيت هاد الزاويه خصني نعرف قياس هاد الزاويه وقياس هاد الزاويه باش تعطيني باش منها نستنتج قياس هاد الزاويه اذا هاد الزاويه من غنجبد هاد دي غنجبدها من هاد الزاويه اللي عندي هنايا من هنا لان علاش عندي انا كنعرف ان الزاويه المستقيميه مجموع قياساتها كيكون قياسها ماشي مجموع قياسات القياس ديالك كيكون 180 درجه اذا هذه 180 انا هنا يلا عندي 137 اذا اش غندير غندير 180 درجه غنقص منها 137 درجه اذا 180 الى نقص منها 137 شحال غتعطيني عندنا 10 غتبقى 3 غتبقى 4 صفر اذا غتعطيني 43 درجه اذا هذا هو قياس الزاويه دي اذا هنا لقيت قياسها 43 درجه واش هذا كافي باش تعطيني هاد القياسات لا اذا باقي خصني نشوف ثاني هاد القياس تاع الزاويه من غنجبدو غنجبدو من هنا اذا حتى هنا راه الزاويه المستقيميه القياس ديالها 180 درجه انا يلا عندي 112 اذا غندير الزاويه سي تساوي 180 درجه غنقص منها 112 درجه تساوي اذا عندنا 10 ناقص 2 تبقى 8 8 ناقص 2 تبقى 6 1 ناقص 1 0 اذا كتعطينا 68 درجه اذا هذه الزاويه القياس ديالها 68 درجه الان ما بقى لي والو بقات عندي ولات عندي هذه وهذه بقات لي هذه اذا غندير الزاويه او تساوي 180 درجه غنقص منها 68 زائد 43 يعني مجموع هاد القياسات نجمع هادي مع هادي ونقصهم من 180 باش تعطيني هادي اذا تساوي 180 درجه هنا درجه 180 ناقص عندنا 68 بلاش اذا 68 الى زدت على 43 عندي 8 زائد 3 11 نحتفظ 1 10 و 11 اذا كتعطينا 111 درجه تساوي اذا 10 ناقص 1 الباقي 9 8 ناقص 2 الباقي 6 باقي 0 اذا كتعطينا 69 درجه اذا الزاويه او قياسها 69 درجه ودابا الا جمعتهم كاملين جمعت هذه مع هذه مع هذه غتعطيني في المجموع 180 درجه اذا قياس الزاويه اذا سي او دي تساوي 69 درجه اذا هكا كيفاش لقيناها غندوزو التمرين رقم 9 جو ديسين ان تريونغل ايزوسيل اذا تريونغل ايزوسيل هو مثلث متساوي الساقين اذا ان تريونغل ايزوسيل ا بي سي اذا سميتو ا بي سي دو سومي ا يعني الراس ديالو هو ا اذا الراس ديالو هو ا د
تيل كو ا كتساوي 40 درجه و ا بي كيساوي 5 سنتيمتر. اذا غنبداو بعدا بالضلع ا بي نديرو فيه 5 سنتيمتر. غنبدا من هنا اذا غنديه حتى لهنا. ها هو اذا هذا الضلع ا بي نكتبو هنا 5 سنتيمتر القياس ديالو باش يبان لينا. من بعد غادي ندير الزاويه ا. اذا شحال القياس ديالها؟ 40 درجه. غنجي لهنا دائما الراس فوق الراس والضلع فوق الضلع ونبدا نحسب من الصفر لفوق الضلع. صفر 10 20 30 40 اذا غتجيني في هذا الاتجاه. اذا الا بغيتو ايزوسيل هنا عندي شحال الضلع قياسو 5 سنتيمتر. حتى هنا غندير القياس ديالو يكون 5 سنتيمتر ويكون في هذا الاتجاه ديال الزاويه. اذا هكا ها هي 5 وغنجيبو من هنا. اذا ها هو قياس الضلع 5 سنتيمتر. اذا عندي هنا 5 حتى هنا كاينه 5. اذا عندنا الزاويه قياسها 40 درجه. اذا ها هي قياسها 40 درجه. اذا هنا كنكون كملت المثلث ديالي. اذا عندي هنايا مثلث متساوي الساقين. عندي هنا 40 درجه وهاد الساق كتساوي هاد الساق. ولا كان عندي هاد الساق كتساوي هاد الساق راه خصني نعرف ان هاد الزاويه اللي غتكون هنا غتقايس ليا هاد الزاويه. اذا هنا ا بي وهنا خصها تكون سي. اذا دائما في المثلث متساوي الساقين او تريونغل ايزوسيل كيكونوا عندي فيه الزوايا ملي كيكونوا متقايسين هاد الاضلاع متقايسين راه حتى الزوايا ديالهم كيكونوا متقايسين. كي لا ميزور دو شاكان دي زونغل ا بي سي يعني شحال الزاويه بي وشحال الزاويه سي. اذا كي غنديروا لا غناخذوا 180 نقسم منها 40. اذا غنديروا 180 درجه. اذا نديروا الزاويه 180 درجه يعني مجموع قياسات الزوايا ديال المثلث ناقص 40. 180 ناقص 40. اذا 180 ناقص 40 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 140 درجه. اذا حيدنا منها هذه وحنا كنعرفوا ان هاد جوج الزوايا كيكونوا متقايسين. اذا هاد 140 غنقسموها على 2 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 70 درجه. بمعنى ان بي القياس ديالها 70 درجه والسي قياسها 70 درجه. ولا جمعت 70 مع 70 غتعطيني 140 و 140 زدت على 40 غتعطيني 180. اذا ا بي سي اذا الزاويه بي ا بي سي كتساوي 70 درجه و بي سي ا كتساوي 70 درجه. اذا هكا كنكونوا اتينا على نهايه التمرين الخاص بالحصه ديالنا ديال اليوم. موعدنا يتجدد في الحصه المقبله بحول الله.